مع أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج عمليات جراحية. النهاردة هنتكلم عن منظار الركبة الجراحي التشخيصي. منظار الركبة عايزين نشوف الآلات اللي احنا بنستخدمها في منظار الركبة وازاي بندخل ونتعرف على الاناتومي بتاع الركبة او الوضع التشريحي للركبة، وبنشوف في العملية دي ان احنا بنوصل لغاية ما احنا نشوف المنظار بالمنظار الركبة من الداخل. تمام، نشوف مع بعض ونرجع تاني. دلوقتي هنشوف هاو تو بروسيد ارثروسكوبيك ني بروسيدور، او ان احنا بنعمل منظار تشخيصي للركبه. قبل ما نبدا نشوف ازاي بندخل بالمنظار لازم ناخد فكره عن الاناتومي. هنا الركبه دي ليفت ني، ركبه شمال، وعاملين عليها بالماركر البوست كومن الحاجات الايه الاساسيه التشريحيه اللي احنا بنستخدمها اثناء ان احنا بنستخدم عمليه المنظار. دي هنا الجوينت لاين الميديال واللاترال جوينت لاين، بيبقى جاست فوق التيبيال بلاتو، وهنا وهنا الفيبولا الهيدو فيبولا، وده التيبيال تيوبروستي، ودي الباتيلا. تمام، بنلاقي هنا جاست ميديال للباتيلر تندون اللي هو ده، وجاست لاترال للبورتلز بتاعتنا، ده الميديال بورتل او انترو ميديال، ده انترو لاترال بورتل، وده الباتيلر بورتل او السوبرا باتيلر ميديال بورتل. يعني هو ما بيبقاش كومن قوي ان احنا بنستخدمه، بس هو الموست كومن انترو ميديال والانترو لاترال بورتلز. ببدا ادخل الاول في ايه، في البورتلز، البورتل بتاعي اللي انا بحدده بحاجه اسمها السوفت سبوت. بدخل بضغط بصباعي اهو، بلاقي فيه علامه كده تحت صباعي بتدخل جوه الجوينت نفسه. تمام، يبقى فوق شويه فوق الجوينت لاين بحوالي سنتي عشان ابعد عن الايه، عن المينيسكس اللاترال مينيسكس والميديالي، عشان ابعد عن الميديال مينيسكس. الانتري اللي هندخل بيها في الاول دي اللي هي الانترو لاترال بورتال اللي هندخل بيها بالكاميرا، بجيب سن مشرط بليد وبدخل شارب حوالي سنتي، بعدي السكين والسبكوتينيوس تيشو، وبلاقي ريسيستنس اللي هي الكبسول. ممكن استخدم المشرط لو انا الاكسبيرينس بتاعتي عاليه شويه، وبفتح الكبسول بالمشرط. ممكن اخليها الاله اللي بعد كده ان انا افتح بيها الكبسول. هنا عندي التروكر، الحاجه اللي بدخل بيها تخرم توسع لي الطريق، تدخل في قلب حاجه مجوفه اسمها الكانيولا، وببدا بصباعي كده عشان احمي، اعرف انا هدخل جوه قد ايه، بدخل من الفتحه اللي انا فتحتها بالمشرط. الريسيستنس اللي حصلت دلوقتي دي ان انا قابلت الكبسول قدامي وعديت الكبسول وبدات جوه الجوينت سبيس، خلاص انا كده جوه الجوينت. ممكن ابدا ان انا اعمل اكستنشن وايه، وانزل ايدي لتحت شويه وادخلها ايه ورا الباتيلا، بقيت ان انا في المنطقه ايه ريترو باتيلر باوش. تمام كده انا بدات ايه ورا الباتيلا، بسحب التروكر وببدا اشغل الميه بتاعتي، املى الركبه ميه، وهنا بدخل الكاميرا ومع اللايت سورس. في الحاله دي انا بقيت ايه اقدر اشوف كويس قوي ورا الباتيلا. ممكن ارجع وابدا اعمل فليكشن واشوف الميديال ايه كومبارتمنت زي ما انا شايف هنا في الصوره قدامي. تمام كده بدات اشوف، بعمل اكزامينيشن او فحص للركبه. البورتال التاني ممكن استخدمه ان هو اسمه ايه وركينج بورتال، للبورت اللي انا بدخل منه الاله اللي انا هستخدمها عشان اقدر اشتغل هعمل ايه بالمنظار. ان انا دلوقتي بستكشف زي ما انا شايف هنا ورا، في قدامي ده الفيمورال كوندايل، وده التيبيال ارتيكولار سيرفيس، وهنا ورا شويه الايه بوستيرور هورن ميديال منسكس، ده الغضروف الهلالي دايما بيتقطع والناحيه الميديال اكتر او الناحيه الداخليه. كده بدخل بالاله بتاعتي. تمام، قبل ما ادخل بالاله انا بدخل بايه، بابره رفيعه خالص عشان اقدر اشوفها بالكاميرا واعرف الدايركشن بتاعي، هل انا داخل عالي شويه داخل واطي، وبوصل بالاله لغايه فين. دي سن ابره كده طويله، تمام، بيسموها ابره سباينال. بعد ما بتاكد من المسار بتاعها ان هو ده المسار اللي انا بدخل منه اللي هو اللي انا محتاجه على حسب ما اعمل ايه بالمنظار، ببدا ايه ادخل بالمشرط زي ما عملت في البورتال الاولاني. بدخل نفس القصه، بدخل سكين سبكوتينيوس، بقابل
الكبسول، ببدا افتح الكبسول عشان تسهل لي، بلاقي شويه ميه طالعه، ان الركبه فيها ميه او سلاين مفيش اي مشكله خالص. ببدا ادخل برضو بالتروكر، او لو انا يعني فاتح بسن المشرط ممكن ادخل بوسع كده باي اله المسار بتاعي. زي ما شفنا ان منظار عمليه منظار الركبه ان احنا بنقدر ندخل ونستكشف الركبه بالكامل بالات بسيطه جدا وبفتحه صغيره خالص لا تزيد عن سنتي، تمام، وان احنا زراعينا الاوضاع التشريحيه، وان احنا ازاي بنقدر نستكشف ندخل امتى من الجزء الداخلي وندخل امتى من الجزء الخارجي، بنقدر نوصل لكل سنتي او ملي في الركبه. وبعد كده ممكن في حلقات تانية نشوف ازاي نستخدم المنظار في استعراض الرباط الصليبي الامامي، في استعراض الرباط الصليبي الخلفي، وفي البروسيدجرز التانية اللي ممكن نستخدمها.